إذا في هذه اللقطات بعيدا عن مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة والتي انتهى فيها تصويت الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذه اللقطات التي تريدنا مباشرة من محافظة الدقهلية. وفي الدقائق الأولى لعل هذا الاصطفاف الذي نتابعه مع حضراتكم من هذه اللقطات التي تظهر توافد عدد كبير من المواطنين، لعل الشطر الأعظم حسبما نتابع وكما جرت العادة في المحافل الأخيرة توافد واضح للنساء المصريات في محافظة الدقهلية للتصويت في الانتخابات الرئاسية. المسحة الوطنية تبدو واضحة من خلال الأعلام التي حرص بعض السيدات وكذلك عدد من الرجال الذين هم في مقدمة الصفوف في هذه اللقطات التي نتابعها على الهواء مباشرة من محافظة الدقهلية في أول أيام الانتخابات الرئاسية التي تجرى على مدى الأيام الثلاثة اليوم وغدا وصولا إلى يوم الأربعاء. وفي دقائقها الأولى يحرص عدد كبير من المواطنين على التوجه إلى مقار الانتخاب، لعل كذلك الأمر يكون مساعدا كذلك في درجات الحرارة التي تبدو في معدلاتها الطيبة والتي تبدو مثالية للراغبين في التصويت بعيدا عن شمس الضحى والظهيرة. في القاهرة لا يبدو الأمر مختلف، هذه اللقطات التي تظهر كذلك من أمام أحد المراكز الانتخابية في محافظة القاهرة، و حركة الهواء كذلك تظهر من خلال العلم الذي يرفرف الآن وتم استخدامه ربما كمظلة يستظل بها بعض كبار السن وكذلك الراغبين في الذهاب للتصويت في الانتخابات. المدارس بأكملها تعمل على مدار هذا اليوم وكذلك الجامعات المصرية، تم استثناء فقط المدارس التي خصصت كمراكز انتخابية فقط هي التي أغلقت وأصبح طلابها والقائمون عليها في عطلة رسمية بمناسبة إجراء الانتخابات فيها. أما ما دون ذلك فاليوم يوم عمل طبيعي في مختلف المصالح الحكومية والخاصة، لذا يبدو الأمر طبيعيا أن تكون الشريحة الغالبة هي الشريحة العمرية كبيرة السن نوعا ما في انتظار ما بعد ساعات الظهيرة. إلى الأسكندرية في الشمال المصري بدأت عملية التصويت بالفعل، وكما بدت الصورة في القاهرة وفي الدقهلية لا تختلف كثيرا في الأسكندرية، حيث الحضور الطاغي لنون النسوة ممن حرصنا على التوجه مباشرة وفي ساعات الصباح الأولى للاصطفاف أمام المدارس وأمام المقار الانتخابية، وقبل ساعة أو يزيد على فتح مراكز الاقتراع أبوابها الذهاب مباشرة للتصويت في الانتخابات. والعملية يبدو أنها تتم بدرجة كبيرة من التيسير والعدد يبدو كبيرا للغاية، ربما الصورة في بادئ الأمر لم تكن تفصح إلا عن عدد قليل من النساء اللائي حرصن على التوجه مباشرة إلى مراكز الاقتراع. إلى الغربية غير بعيدا عن الأسكندرية كذلك في دلتا مصر هذه المرة والتوافد مباشرة ومنذ ساعات الصباح، والاصطفاف حتى في حرم المدرسة داخل المقر الانتخابي، ليس فقط الطوابير التي تابعنا جانبا منها خارج المراكز مراكز الاقتراع وخارج المدارس، وإنما حتى داخل حرم هذه المدارس وداخل حرم مراكز الاقتراع التوافد لا يزال مستمرا، والدخول ربما يتم شيئا فشيئا، حضور بارز كذلك من كبار السن حسبما تظهر هذه اللقطات. كما ذكرنا إذا أخذنا في الاعتبار أن هناك ساعات عمل رسمية تعرفها مختلف المحافظات. إلى كفر الشيخ في هذه اللحظة نتابع كذلك مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها أمام الناخبين والمصوتين الذين ذهبوا مباشرة للإدلاء بأصواتهم. الزميل إبراهيم عزت كذلك كان قد تقدم بعرض إحصائي أو رقمي حول عدد مراكز الاقتراع والمواطنين ممن أدرجوا في قواعد بيانات الناخبين من أبناء محافظة كفر الشيخ والذين يقدر عددهم بأكثر من 2,100,000 مصوت. إلى دلتا مصر هذه المرة في محافظة المنوفية، حيث كذلك مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها وتوافد كذلك واضح لرجال القوات المسلحة والشرطة ممن تسلموا هذه المراكز مراكز الاقتراع منذ يومين. والقوات المسلحة كانت قد أعلنت عن خطة شاملة تتحرك فيها مباشرة وجنبا إلى جنب مع الشرطة في مختلف نطاقات الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث عملية التأمين التي تشترك فيها القوات المسلحة بعدد كبير من أفرعها ووحداتها وصولا حتى إلى إدارة الشؤون المعنوية التي جاء البيان بالأمس يتحدث عن وجود وخروج عدد من سيارات هذه الإدارة. إلى محافظة الشرقية الآن حيث نتابع كذلك فتح مراكز الاقتراع لأبوابها أمام الناخبين والمصوتين، والحضور كذلك يبدو واضح للاستعدادات والتجهيزات الأمنية، الحواجز التي توضع في حرم هذه المدرسة من الخارج مع وجود مساحة للتيسير على المواطنين وعلى المارة، حتى أولئك الذين يعبرون دون تصويت لا يخلو الأمر من مشهد يحفظ محفلا وطنيا بارزا عبر العلم المصري الذي مر به أحد المارة الآن.
في جنوب مصر وفي صعيدها في محافظة أسيوط. هذه إحدى اللجان الانتخابية في أسيوط، حيث كان الزميل هيثم البدري كذلك قد أمدنا بعدد من المعلومات حولها وحول توافد المواطنين الذاهبين للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات. الاستعدادات اللوجستية والخدمية تم التأكد من وجودها عبر غرف عمليات مركزية خصصت في مختلف المحافظات المصرية، ولعل هذه السيدة قدر لها أن يراها الملايين وهي تدلي بصوتها في الاستحقاق الدستوري اتساقا تماما مع واجبها الوطني. وحتى أولئك الذين اصطفوا خارج هذه مقر هذه اللجنة الفرعية داخل هذا الفصل الدراسي، هناك عدد كبير من المواطنين الذين ينتظرون أدوارهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، ليس في يومها الأول وإنما في دقائق يومها الأول.